وتقدم الإساغة بالنجس الإساغة بالنجس على الإساغة بالخمر لحربة الخمر الدسوقي لما أتى هذا بالجملة نظروا إليه قالوا قدم هذا على هذا ليش؟ ليش؟ قال لأن النجاسة العلة فيها شنو هي الاستقذار انتهى الأمر طيب الخمر نص حرام فيه عليك علاش قدم هذا على هذا يعني الملكي ما تخافوش عليهم يعني عندهم رؤوس ما شاء الله نفس الزين خير هو كتحاتين معنيها فما هذيك يعني بهنان معنيها إذا كان حتى ولو معنيها مال ما يلزموش يقوى يتداوى بالخام هنكمل نحكي نكمل ونبين لك إن شاء الله وهذا يفيد هذا شو يفيد شنو كلام الدسوقي أنا حيشرح لك كلام الدسوقي وهذا يفيد أن استعمال النجاسة عند الضرورة جائز عند المالكية الضرورة اللي هو كما قلنا نحن الهلاك فلما قدم النجاسة على الخمر تقديم فقط وإنما إيش يصح لغيره لا إشكال في ذلك والظاهر جائز قول هذا الشيخ والظاهر من كلام الباجي الظاهر من كلام الباجي شكون شكون لا بد والله لا يجي في صبر حتى في حين الباجي ده الإمام ولا شيء ولا شيء من تلميذ والله لو كان الباجي الباجي ماذا عمل الباجي قرأ هو أندلس وعنده نسب في تونس يعني أندلسي لما قرأ في الأندلس ذهب إلى المشرق أخذ عن الإمام الشيرازي الشافعي فكان ذو عقل طيب ابن حزم خرج في بلاد الأندلس وأبطل المذهب المالكي بل أمر بحرق كتب المذهب المالكي على بكرة أبيه المدونة ترك للنوطي ابن حزم ابن حزم طبعا قال في هذه كتب كل باطل أمر بحرق بها إلا الموطي لأنه كتاب حديث البيجي مش عمل تعلم وتعلم عقلية الشافعية تمتاز بالرأي وراح رجع لي ما فهمش يناقش فيه كل مجلس يجلس فيه ابن حزم يمشي يناظر امام الطلبه نتاعي حتى اخرجه من ماذا؟ من بلاد الاندلس خلاص انتهى طيب كيف حيرجعوا للمذهب المالكي؟ وحرقت الكتب وجدوا حوالي 500 رجل و60 امراه في البلاد في مدينه سوس تحفظ المدونه عن ظهر قلب عن ظهر قلب الا احد المشايخ قال اخطا بدل ان يقول وا قال فا عن ظهر قلب كتبوا المدونة بعد ذلك وجدوا نسخة قيل في تونس فقرأوا ما كتبته النساء فوجدوه هو بعينه كما قالوا إلا في الخطأ بين الفاء والواو وزاد بعمل عليها مشكلة فاتوا في ماذا والواو في الماء الله يجزيهم خير والله من كلام هي هذه تجي بالسبس تجي حتى يجي بالله عليك يعني البارح نسمع فيه يقول الحكومة التونسية تحب تجعل الشعب التونسي شعب إسلامي طيب هذا النعمة هذا مسألة يعني أنت تعرض عليه يعني غدا للأسف غدا يعني غدا غدا أعمى يعمي الإنسان يعني طيب لو رجع الشعب التونسي مسلم أنا بس أهنس ما تحبش مسلم أنا بس أهنس ما تحبش مسلم بوع براحتك بعد تونس نعم والله من كلام الباجي نعم لا لا السياسة والله أنا ما عندي دخل بالسياسة ولكن هذا حق يقال طيب هو قال لنا نريد الشعب أنا أقول طيب يعني لو كان يقول يحب أن تجينا أهل وسهل معاكس ما نحب الشعب التونسي جينا ضل براحتك إنما تقول يحب أن يرجع الشعب التونسي إسلامي أهل وسهل بارك الله فيك وأنت نفسك أنت ترد الشعب التونسي إسلامي بارك الله فيك أنا ما تريد فكرك الله لا تبارك لك زيد حاجة والله من كلام الباشي زيد حاجة هو يقول في الكلام هذا لانه
المخالفات بتاع العباد انه ترسخ الاذان في كثير خاصه من نخبه التنصير انه مسلم حاجه خايبه مش حاجه باهيه. لذلك هو يخيف نوع من التخويف. التخويف هذا يتسمى نوع من التخويف. الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم يعني اتمناه يفيق، اتمناه يفيق في اخر حياته ان يرجع الى الله سبحانه وتعالى. كل شيء فان. والظاهر من كلام الباجي جواز التداوي بها في ظاهر الجسد لا بالشرب. الباجي قال لا، انما الكلام بتاع الدسوقي هذا خاص بظاهر الجسد فقط لا الداخل. في ظاهر الجسد لا بالشرب ولا يقاس على أكل الميتة للمضطر ليتيقن النفع بها دون التداوي. ليتيقن ايش؟ النفع بها دون التداوي. الباجي قال تعالوا الوحدة يقول ميتة في حالة الضرورة والاستصاب بأي شيء، هذا تيقن فيه الإنسان أنه إيش حتزال عنه المصيبة أم لا. لكن قال هذا بعينه التداوي بالخمر داخل الجسم. قال أمر محتمل، ما دام أمر محتمل قال لا يقاس عليه. وظهر له كلام الباجي هو الراجح. الوقت نوقف هكذا إن شاء الله. صلى الله لنا ولكم التوفيق. هذا جميعا صلى الله عليه وسلم.